بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مهندس بلال، اليوم طبعا راح نكمل سلسلة المحاضرات المتعلقة بترمبل كونكت. المحاضرات هذه تتعلق أساسا كيف نستعمل في ترمبل نستعمل ترمبل كونكت بالطريقة الأمثل to streamline our workflows، سواء في الديزاين phase أو الكونستراكشن أو even operation and building operation phase. اليوم ان شاء الله مينلي راح نتكلم على كيف نستعمل تمبل كونكت كتطبيق او بلاتفورم في موضوع الكونستراكشن فيز. معكم مهندس بلال. زي ما حكيت لكم غالبا احنا في اني بروجكت في بداياته، اكيد في الانيشيشن فيز كميه المعلومات غالبا راح تكون معقده، راح تكون بسيطه، راح تكون غالبا حركه او الانفورميشن راح تكون ما بين المالك او ممثل المالك او المعين كونتراكتر او الكونسلتنت، وراح تكون اكيد حركه المعلومات بسيطه جدا معقده. واكيد كل ما بدينا او كل ما قدمنا في او كل ما قدمنا نعم في مراحل المشروع، كل ما طورنا وصار في more involvement للستيك هولدرز في المشروع، راح تتعقب اكثر المعلومات، وراح يصيروا more ستيك هولدرز involved، راح يصيروا more suppliers، more project team members involved، راح تتعقد اكثر واكثر. راح اصير في الحاله هذه كاوتيك، والحل الوحيد انه control all this information exchange زي ما حكينا المحاضرة السابقة وفي محاضرة الـ Data Environment، أنه مشكلتها أنه في الـ Housekeeping أو في مكان تحتفظ فيه بالفايلات، المشكلة أنه لازم too many options, too many features to track the information. هل في مشكلة في الصوت؟ قلنا انه كل ما تقدمنا في مراحل المشروع، كل ما صار المشروع متقدم اكثر، سواء من الديزاين الى الكونستراكشن، صارت حركه المعلومات اكثر تعقيد، وصارت مور كومبليكيت، يعني مور كومبلكس. اند واكيد هو مش مشكلتنا زي ما قلنا انه مكان نخزن فيه الفايلات او مشكل في الهاوس كيبنج. المشكله انه في اوبشنز، في فيتشرز، في تكنيكس، في امور اللي لازم تكون متوفره عشان تكون عندنا الداتا well structured، وتكون easy to track، وتكون حركة المعلومات سهلة، وتكون يكون the right person توصله the right information on the right time. ما بين البلاتفورمز أكيد اللي اتكلمنا عليها، يعني خلينا نقول بإسهاب، هي Trimble Connect. Trimble Connect زي ما شايفين هي حلقة متكاملة من الاوبشنز، حلقه متكامله during the design or the project life cycle. انا نفضل يعني بين قوسين، اكيد انتم اعلم مني في الشيء هذا، في موضوع البروجكت مانجمنت انا نسمي بصفه عامه انه المشروع هو يعتبر برودكت لايف سايكل، والبروجكت لايف سايكل اكيد هو ضمنيا داخل البرودكت لايف سايكل، لانه المشروع بحد ذاته يبدا من الديزاين الى الكونستراكشن ويروح للفاسيليتي او البيلدينج اوبريشن. هذه البروجكت تعتبر بالكامل هي البرودكت لايف سايكل. خلال البرودكت او البروجكت لايف سايكل اور از ان اوتبوت، Trimble Connect از ا بلاتفورم اور از باورفول بلاتفورم راح تكون عندنا استعمالات كثير به، وموجوده كثير من الاوبشنز اللي تسهل علينا عملية أو تسهل علينا الورك فلو الخاص بينا كديزاينرز أو ككونتراكتورز، كفابريكيتورز، كسبلايرز، كأونر، وحتى كفاسيليتي مانجرز. طيب زي ما شايفين العديد من الأشياء المتوفرة في Trimble Connect، سواء في الكواليتي كنترول، سواء في البيدينج، سواء في الفابريكيشن، وهذه راح نستكشفها إن شاء الله ستيب باي ستيب. غالبا نحن كسبيشاليست وين شغالين في السايت في الكونستراكشن فيز، حركه المعلومات تكون غالبا مور كومبليكيتد، لانه انتم عارفين انه في الكونستراكشن فيز وخصوصا تحت امبريلا او تحت مظله البيلدينج انفورميشن موديلينج، الامور تكون حساسه كثير، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الكوست، في موضوع التايم. على هذه احنا عندنا ال 4 دي او ال 5 دي، ما يسمى 5 دي اند 4 دي سيميليشن، وين
بتعبير خلينا نقول عامي الغلطة بحقها. يعني على هذه لازم نكون لازم نستعمل the right platform، لازم تكون عندنا استراتيجية واضحة، لازم تكون عندنا work flow very clear واضح لجميع or all the team members، كل واحد عارف الدور تاعه صح. لأنه إذا ما وصلتش المعلومة في المكان أو في الوقت الصحيح ممكن راح نخسر وقت، وهذا راح يكلفني أكيد فلوس، راح يكلفني كوست، وممكن في أسوأ السيناريوهات ممكن يؤدي إلى المحاكم وما شابه ذلك. طيب تريمبل كونكت من بين الابليكيشنز اللي موجودة فيه، عندك تريمبل كونكت اللي هي موبايل أب، اللي هي بطبيعة الحال تقدر تروح للسايت أنت ككواليتي كنترولر أو حتى السايت انجينير أو البروجكت كونستراكشن بروجكت مانجر، يقدر يستعمل الموبايل بكل سهولة لتتبع سواء البروجرس المشروع، يقدر يعمل RFIs، يقدر يعمل سايت انسبكشن أو كواليتي كنترول كواليتي اشورنس عفوا بالموبايل، يقدر يبعث حتى نوتيفيكيشن الكامل للتيم ممبرز، أو خلينا نقول خليني يكون أكثر أوسعية، يعني all the project stakeholders من المالك إلى الفابريكيترز إلى السبلايرز، يعني على حسب كل حسب البرميشنز اللي عنده، كل على حسب دوره في المشروع. حسب ما تكلمنا على هذه قلنا أنه في الكومن داتا انفايرمنت أو الاي دي ام اس الكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم، أنت كانفورميشن مانجر لازم تشتغل على موضوع البرميشنز الفولدر عفوا permissions، تشتغل على الفولدر structure، ترتب الفولدر structure او تخلق فولدر structure خاص بالمشروع اللي هو راح يسهل عليك عملية الشغل، عملية الانفورميشن اكسشينج. نعم. الشغلة الثانية انه كموبايل ابلكيشن، الشيء الجميل انه تقدر تربط الموبايل ابلكيشن بالبلاتفورم اللي موجوده في المكتب، تقدر تربطها، يعني تعمل لك لينك ما بين ديزاين اوفيس او الاوفيس و ان ذا فيلد. طيب خلينا نتقدم شوي نشوف شو قادرين نعمل بالموبايل ابلكيشن. والموبايل ابلكيشن او تريمبل كونكت موبايل اب هي حلقه او جزء بسيط جدا من خلينا نقول لكم من منظومة متكاملة هنا في 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 موضوع البيلدينج انفورميشن موديلينج او البيم، واكيد بطبيعة الحال كله على حسب الورك فلو اللي خاص به. زي ما شايفين هذا بروسيس ماب، يعني حاليا هذا البروسيس ماب هو فعليا شغالين عليه حاليا نحن ك كمباني او كديفلوبر developer في موضوع how we handle our projects as owners، يعني انتم عارفين انه كمطور عقاري لازم you have to control everything from يعني من ناحية المصمم ومن ناحية الكونتراكتر من ناحية السبلاير، يكون عندك overall view إذا سمحتوا لي نعبر بالتعبير هذا على أي شيء عنده علاقة بالمشروع. راح نشرح لكم على السريع البروسيس ماب هذا او هذا الورك فلو اللي احنا حاليا شغالين به، يعتبر ككيس ستادي ان شاء الله بس يفيدكم. احنا غالبا خلينا نبدا ستيب باي ستيب. زي ما شايفين على الشمال هذه الديزاين، هذه هي الديزاين تيم على حسب ايتش ديبارتمنت، عندك ذا فيرست سكند ثيرد ديبارتمنت، يعني مينلي راح يكون ستراكشرال، راح يكون اركيتكتشرال اند ام اي بي ديزاين تيم، structural, architectural and MEP designing team. ميلي هما كoutput عفوا راح يطلعونا شيء ما يسمى ب 3D model او الانفورميشن او الانفورميشن model. الانفورميشن model هذا راح يكون فيه full or some informations. على هذه راح نتكلم على مستقبل ان شاء الله في اخر حصة اللي هي level عفوا of information need. وبالحديث عن الليفل اوف انفورميشن نيد او الانفورميشن ليفل، لانه احنا ك في الباب او في الاي ار ك اونرز when we create or when we put the level of information need
نطلب على حسب متطلبات او ككونسلتنت او كونتراكتر لما نجاوب على الاي ار اللي خاص بالمالك لازم نحط فقط شو طالب المالك، لانه اذا خرجنا عن سياق ما طالب المالك ممكن تكون علي اوفر حيكون عندي اوفرلود، راح تكون عندي اكسترا تاسك وين ممكن I will not be able to fulfill it during the execution of the project. طيب وش قلنا؟ قلنا في structural and architectural and MEP هذا في الwork in progress زي ما حكينا عليه آخر مرة. في الwork in progress أنا يطلع من عندي أو إذا فرضا إذا كان عندي أنا كstructure أو architecture غالبا راح نعمل أو راح نسيف أو راح نشير الموديل أو الانفورميشن موديل لو أن كان ستراكتر أو غيره أو كان فيديريتد موديل في الكلاود. في الكلاود أو في الشارد فايل نسوي إحنا عنا في الكومن داتا انفايرمنت بيزد أون دي ISO 19650 إنه عنا 4 information containers which is work in progress, shared, published and archived. غالبا لما تحرك المعلومات أو الانفورميشن موديل from the work in progress to the shared لما يتخزن في الشارد حيكون عنده الشارد حيكون عنده access من طرف المالك من طرف المقاول من طرف supplier من طرف الفابريكيتور وخصوصا إذا ركزنا على جزئية information project delivery اللي هي الـ IPD تمام information project delivery نعم وين كامل في supply chain حيكونوا integrated or involved from the beginning of the project. يعني احنا حنتكلم حاليا على A perfect beam word type. هذا ما يسمى بالشرط راح يكون متخزن في في الكلاود سواء كان ريفيت سواء كان اوفيس فايل سواء كان دي دبليو جي سواء كان اي اف سي سواء كان بي دي اف. طيب اذا تخزن في الكلاود وانا سبيسيفيكلي نتكلم على تريمبل كونكت لما يتخزن في الكلاود هذا الكلاود راح يكون عنده اكسس من طرف سواء الانجينير او الفورمان اذا كان الفورمان اكيد متدرب على موضوع الابليكيشن. في نقطه مهمه جدا في بدايات البيم امبلمنتيشن خصوصا في الكونستراكشن فيز نحن راح نواجه ما يسمى ب ريزيستنس فروم خلينا نقول من سايت تيم او الكونستراكشن سايت تيم لانه الانتقال او الانتقال نعم من التعامل بالورقيات او شيء ما يسمى بالورقيات الى totally digital يعني from the normal to the digital هذا تسبب لهم نوعا ما صعوبة في القبول والترانسفورميشن هذه راح تطلق بعض الريزيستنس from يعني بعض الاطراف وان انت لازم تعمل حسابها خصوصا في الريسك ستادي اللي عندك يعني. طيب عندنا قلنا الفورمان اكيد اذا كان متدرب عندك الانجينير واكيد الانجينير لازم يتدرب لانه الانجينير هو مش يعني يعني لازم ياخذ له تدريب لانه اذا ما تبعش التدريب الخاص بموضوع السايت كوردينيشن ما بين الاوفيس اند السايت راح يلاقي بعض الصعوبات في ايصال المعلومه الصح الى المكتب او الاونر او في حركه معلومات المشروع. عندك السايت انسبكتور وعندك الكواليتي كنترولر اند الكواليتي اشورنس ممبر غالبا السايت تيم راح يكون عندهم اكسس على الكلاود موجود فيه هذه الدوكيومنتس. انا اعطيت بس مجرد امثله يعني كبي دي اف ممكن تكون في اضيف له الى ذلك سكتش اب ممكن تكون فيه تكلا ممكن يكون فيه سام بيكتشرز سايت عفوا بروجكت برسبكتيفز صور وكذا. المهم على كل حال انت يو ورك اون ذا فولدر اور يعني ذا فولدر بيرميشنز اكسس يعني تشتغل على الاكسس وين كل واحد عنده اكسس للشيء اللي هو متعلق فيه هو فقط. يعني على سبيل المثال الفورمان في اشياء ما عندوش عنده علاقه بها في الشيرد فايل مش ضروري يكون عنده الاكسس. خلي الاكسس يعني خاص به هو فقط للشيء اللي يهمه فقط في شغله يعني تمام. غالبا الثلاثه هذو يشتركوا في شيء اللي هو الاي اف سي موديل. يعني انت كاي اف سي موديل عندك راح يكون عنده أكسس الكامل من كامل عفوا الأطراف. طيب مرات الفورمان يكون عنده some inquiry some يكون عنده RFI request for information حتى request for inspection عنده possibility إنه يستعمل Trimble Connect mobile app وراح نقول لكم بعد شوي إن شاء الله كيف يستعملها.
عندك بالنسبة للسايت انسبكتور مثلا رايح يشوف البروجرس اوف ذا ورك، يقدر يستعمل الموبايل، وين على سبيل المثال يقدر يعمل سكرين شوت اللي هو ما يسمى في الاوبن بيم بالبي سي اف بيم كولابوريتيف فورمات، وين يعملها كتو دو، هذه تو دو اللي هي لايك اساين تاسكس ديورينج يوزين عفوا تريمبل كونكت موبايل اب او حتى تريمبل كونكت ديسكتوب او وبراوزر، يعمل تو دو تاسك وبالتو دو تاسك يخزنها على الكلاود، وين راح يكون عنده وين راح يكون هذا البي سي اف او تو دو تاسك اكسسبل فروم ذا ديزاين تيم اللي يقدر يرجع عليه في نفس اللحظه، وتكون لايك كلاريفيكيشن او ريبورت فاليديشن او اي شيء ثاني، وين في سلاسه في حركه المعلومات. نعطيكم مثال بسيط جدا، خليني بس نمسح هذا لانه بصراحه هذا البروسيس ماب فيه معلومات كثير جدا، راح يتكلم على الكوردينيشن في السايت، بس خليني نعطيكم مثال واحد فقط. يعني ناخذ على سبيل المثال سايت انسبكتور. طيب انا كانفورميشن مانجر عندي اكسس اكيد على الشارد، عندي اكسس على الورك ان بروجرس، عندي اكسس على كامل على الاركايف على كل شيء. طيب السايت انسبكتور اكيد عنده اكسس على الاي اف سي موديل اللي موجود في الشارد. طيب ياخذ الموبايل فون، يفتح الاي اف سي موديل عنده، يرسل شيء او يعمل سايت ريبورت او يعمل خلينا نقول نعم يعمل ريبورت او كان هي كرييت ان ايشيو بالفون بالموبايل فون، يكريت هذا الايشيو على اساس او تحت فورمات البي سي اف، ويعمل تو دو ويرسل لي اياها على الكلاود. من الكلاود انا نقدر نعمل اكسس، انا كمعماري مثلا نفتح البي سي اف اللي جاني من طرف سايت انسبكتور كريبورت، يعني بمجرد ما نشوف انا الريبورت اذا اوكي نعمل له فاليديشن ونرسل له الاوكي انه اتس اوكي. بمجرد اتس اوكي خلاص ينزل على الكلاود مره ثانيه، وبعد ينزل للاركايف، واذا كان في وضعيه يسمح له انه يكون ببلشت، يعني اقدر تعمل له ببلش ويصير اوفيشال دوكيمنت للاستعمال. من الاستعمالات الثانيه لي تريمبل كونكت عفوا موبايل اب اللي هي شيء جميل جدا، راح نعمل لكم لايف اكزامبل راح تشوفوها مع بعض ان شاء الله. من الاشياء اللي نستعملها ايضا في تريمبل كونكت انه على سبيل المثال الكواليتي كنترولر شاف شغله مش حلوه في السايت، يقدر يعمل هي كان كرييت ا بروبلم، ويعمل ما يسمى بدودو تاسك، ويقدر يرسله حتى للفورمن، يعني حتى بينهم بين بعض يعني كوردينيشن هذا، يعني مش بالضروره يرجع لهذا، بس الفكره انه اذا كان كوردينيشن ما بين الانجينير والكواليتي او السايت انسبكتور والكواليتي كنترولر، قادر التيم بينهم وبين بعض تاسكس وتدو تاسكس بينهم بين بعض، بس اكيد راح تتخزن في الكلاود في الشارد، راح تتم بينهم وتتخزن في الشارد اللي هو خاص بهم الاثنين وعندهم الثلاث عفوا، وتكون عندهم الاكسس. بمجرد ما تكون في فاليديشن اكيد راح يتصلح، او اذا تصلح المشكل او اذا صار في كونفرميشن على اي شيء اكيد راح يتخزن في الاركايف. من دون ما ننسى شغله مهمه جدا، انه اي شيء يصير بينهم وبين بعض راح تكون في نوتيفيكيشن للديزاين تيم، ونوتيفيكيشن للانفورميشن مانجر، وانفورميشن لاذر تيم ممبرز، كلهم على حسب البيرميشن، كلهم على حسب عفوا البوزيشن اللي الخاصه به. طيب في شغله بس حنتكلم عليها على السريع، هي الهولولانس او ديفايس اللي هي تشتغل بسيستم الميكس رياليتي. الهولولانز هي نفس برنسيب اتس كواليتي كنترول، يعني نستعملها في الكواليتي كنترول ان شاء الله. اذا لقينا وقت المره الجايه نعمل لكم لايف ديمو على الهولولانز. الهولولانز هي ديفايس مطور من شركه مايكروسوفت اللي يسمح لك، نعطيكم مثال بسيط جدا، انه فرضا اذا كانت البنايه يعني واقفه عظم فقط، صار عندك الموديل جاهز ام اي بي، the MEP team يقدر يشير معك في الشارد IFC model اللي هو MEP model، تمسك أنت الـ MEP تنزله عندك هنا وتعمل له إسقاط في الـ structure، وتقدر تطلع وانت ماشي في السايت الكلاشات، تقدر تطلع الـ issues، تقدر تعمل reports مفترضا أنت ماشي في السايت في structure تمام اللي هو العظم اللي هو الواقع في المشروع، من دون ما يعني تقدر تكون ما بديتش في السكند فيكس او ثيرد فيكس للام اي بي وركس،
تقدر تطلع المشاكل وتقدر مثلا تطلع كلاشات على سبيل المثال، تكريت بي سي اف وترسلها للديزاين تيم، وان هو يصلح الام اي بي موديل من الاول وجديد based on the existing، تمام، based on the existing structural work، تمام، ويعاود يرجع لك الام اي بي موديل اللي هو محدث بريفيجن مختلف اكيد. وما تنساوش انه في ريفيجنز كثير راح تصير، وكل ما يصير تحديث في ريفيجنز راح يتخزن في الاركايف. طيب بعد ما يعدل الام اي بي انجينير او المودلر الام اي بي موديل، يعاود يرسل لك اياه وزيد تعاود تعمل بروجكشن من اول جديد، واذا صارت الامور تمام ترسل له تو دو تقول له all it's okay. بعد ما تاكد له انه all it's okay تقدر تعمل له الاكشن، تروح للاكشن وين المقاول او وين الفابريكيتر او السبلاير يقدر يعمل اوردر للماتيريال based on the latest، خلينا نقول IFC model، تمام، latest IFC model هذا، ويقدر يورد الماتيريال ويشتغل بعد ما عملت خلينا نقول model او quality control checking based on the latest IFC model اللي هو already shared with you. طيب هي الحركة تقريبا it's little complicated، يعني أنا حنقول لكم يعني صريح العبارة آلاف آلاف المعلومات تتم في 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 هذا البروسيس ماب اللي هو يعني راح نشيره معكم إن شاء الله، راح نشيره معكم سلايدز. بس هذا البروسيس ماب يعني إذا تبعتوه ستيب باي ستيب هو مفهوم أكيد. ما تنساوش أنه في معلومة مهمة جدا، أنه أي شيء يتم أي حركة تعملها في السي دي أو في الكاما داتا انفايرمنت لازم تتخزن نسخة منه في الأركايف، لأنه الأركايف هو المرجع لا قدر الله مستقبلا إذا صار في أي شيء أو في أي خلاف بينكم وبين السبلاير، بين المالك، بين الإنجينيرز، بينهم بين بعض. والأركايف هو لحل المشاكل، يعني هو يعتبر المرجع الوحيد للكونفليكتس والأمور هذه. طيب مش عارف، في يقولوا لي انه الصوت منخفض. طيب طيب خلينا نشوف ان شاء الله الموبايل اب، حنشير من اول وجديد، اتكلم لكم على الموبايل ابليكيشن. طيب حنشير فايل ادرست، ثواني بس أشير معكم الموبايل. ثواني يطلع الموبايل، نحكي شوي على الموبايل أب، Rumble Connect موبايل أب، خذ له ثواني. أوكي شايفين الفون صح؟ طيب طيب في Rumble Connect أو زي ما حكينا آخر مرة إلو تريمبل كونكت يتكون من 4 أو 5 بلاتفورمز، من بين هذه البلاتفورمز اللي هي تريمبل كونكت موبايل أب. زي ما شايفين عنا تريمبل كونكت تتحمل من سواء في الأب ستور أو حتى في الثاني شو اسمه والله نسيته، الجوجل ستور. طيب بمجرد ما تحمل الابليكيشن زي ما شايفين تريمبل كونكت، نعمل كليك حتطلع لي على التطبيق. ممكن الصورة توصلكم متأخرة شوي بس زي ما شايفين يتحمل، تفتح مجرد ما تفتح التطبيق حيفتح لك على كامل المشاريع اللي موجودة عندك، نفس الشيء اللي موجود عندك في الديسكتوب، نفس الشيء اللي موجود عندك في الويب، نفس الشيء اللي موجود عندك في السيرفر حتلقاه في الموبايل أب. مجرد ما تفتح راح تشوف كامل المشاريع اللي موجودة عندك اللي انت نزلتها. يعني في شغلة ثانية اللي هي مكتوبة عندكم الفوق اللي هي الكويك اكسس، الكويك اكسس زي ما شايفين اللي من فوق تعبر عن اخر شيء يعني بسيط عليه، يعني ريسنتلي يعني اوبند ولا سموها زي ما حبيتوا يعني، تمام. مجرد ما تعمل فرام يعني من فوق الى الاسفل تحرك باصبعك يعني هيعمل سينكرونايز. وخلينا نفتح مثلا مشروع من المشاريع اللي عندنا على سبيل المثال، نفتح مثلا فاميلي تاور على سبيل المثال. زي ما شايفين نفس الفولدر ستراكشر اللي موجوده في الموبايل اب،
عفوا اللي موجوده في الويب براوزر وموجوده في الديسكتوب ابلكيشن تلقاها نفس الشيء، يعني تقسيم كل الفايلات او الفولدر ستراكشر تلقاها نفس الشيء. بعد عندنا من الاسفل تو دو، شوف التو دو اللي عندك اللي موجوده او خاصه بالمشروع، شوف الفيوز اذا كان عندك 2 دي فيوز راح يطلعوا لك، وشوف التيم اللي عندك بطبيعه الحال، وتشوف اكيد الجروب اللي عندك اي واحد انفولفد في المشروع راح تشوفه اكيد، عندك الفيوز، عندك تو دو، وعندك الداتا او الفولدر ستراكشر او اي شيء عنده علاقه بالمشروع في الداتا من الاسفل. طيب اذا شفنا هذو 3 لاينز اللي من فوق اللي هم على اب ليفت، تعمل كليك حيطلع لك الادمين تمام، يقول لك باك تو بروجكتس، او روح البروجكت سيتنجز اللي هو يونت سيتنجز، تعدل يونت من التليفون من الموبايل عفوا، خليها متريك على سبيل المثال، تخلي ديستنس عفوا خليها مثلا متر، البريسيشن تخليها مثلا رقمين بعد الفاصله، الاريا بسكوير متر، الفوليوم تخليه زي ما هو، الويت بالطن، الانجل، المجرمنت ديستنس خليها يعني المتر تمام، والبريسيشن تخليها رقمين بعد الفاصله تمام، وتعمل اوكي زي ما شايفين النايكي اللي من فوق هذه اللي هي تشيك، تعمل اوكي، وعندك كلير لوكال داتا هذه جنبها يعني حاليا تمام. زي ما شايفين الفولدر ستراكشر الخاص بك، لو نفتح مثلا السي دي اللي عندنا او نفتح عفوا الورك ان بروجريس شيرد او ذا فور انفورميشن كونتينرز اللي خاصين بالمشروع، على سبيل المثال نروح الورك ان بروجريس، إذا رحنا الورك ان بروجرس عفوا راح نشوف تقسيمة الفايل اللي خاصة بالمشروع، يعني الاركيتكتورال ستراكتورال ام اي بي كات فايلز، فرضا نفتح الاركيتكتورال موديل نشوف 3 دي موديل اللي موجودين عندنا، نجرب نفتح الاي اف سي موديل اللي هو اول واحد، وبمجرد ما نعمل كليك راح يطلع لك شغلة من الاسفل اللي هو يقول لك ديليت اد تو دو ولا لانش تمام. انا ما عملتش يعني اي شيء، بمجرد ما نعمل يعني كليك عليه بالفون حيطلع لك من الاسفل ديليت اد تو دو اند لانش. اذا حبيت نغير رايي ونفتح موديل ثاني نعمل فقط كليك مره ثانيه عليه وراح يختفي يعني سلكشن، نقدر نختار شيء ثاني على سبيل المثال هذا على سبيل المثال او هذا او هذا او هذا، اوكي يقدر يفتح لك اياهم في اربعه مع بعض، بس احنا نتجنب الاوبشن هذا لانه ممكن خلال الكورس يثقل لنا الفون ونعود نفتح من اول وجديد، بس نعطيكم ستيب باي ستيب شو كيف تستعملوا الموبايل اب. طيب وش عندنا ثاني؟ قلنا خلينا نفتح الاي اف سي موديل، بمجرد ما نعمل كليك او نضغط عليه يعني بالفون حيطلع لك لانش، بمجرد ما نعمل لانش راح يتحمل عندي الموديل في الفون، يعني انا حاليا انا دوري هو الكونستراكشن مانجر او البروجكت مانجر او الفورمان او السايت انسبكتور، كل على حسب دوره، يعني حتكون عندي البوسيبيليتي انا في السايت اني نشوف 3 دي موديل تمام، ونتعامل او نعمل كوردينيشن بيني during the construction phase ما بين ديزاين تيم او الموديلنج بمعنى اصح الموديلنج تيم، يعني تقدر تعمل زوم ان زوم اوت، يعني النافيجيشن بصراحة في تريمبل كونكت يعني فيري سموث، بسيطة جدا رائعة، يعني حتى ولو تحرك بإصبع واحد مش راح will not fly away، يعني it's not swimming يعني in the space، خلينا نقول الموديل يعني you can control it، يعني جميل، يعني 3D 3D viewer أو النافيجيشن تاعه جميلة جدا. حتشوف عندك 3 dots اللي هم على في الأعلى على اليمين، وعندك 3 lines نفس الشيء يقول لك search in the model، أوكي وعندك models وعندك layers. طيب خلينا نبدأ من هذه، زي ما شايفين عنا يكتب لك عندك أنك فاتح الـ IFC model اللي هو الـ structural model، إذا ضغطت على السهم هذا حيرجعك للفايلات اللي already يعني قبل ما تفتح الـ 3D model. نعود نفتح من أول جديد ونعمل launch، يفتح لك 3D model من الأول جديد، يعني it's like back يعني ترجع وين كنت. الثاني هي search in the model، يعطيك two options إذا عملت search in the model زي ما شايفين، يقول لك search property name search property value تمام،
وهذه راح نشوفها بعد، ممكن كان property name، ممكن dimension على سبيل المثال، أو تقدر تعمل height إذا كان الموديل classified عندك، يعني تقدر بكل سهولة تطلع أي object أو أي جزء من جزئية 3D model. راح نحكي عليها بعد لأنه ما زلنا ما تكلمناش على الـ IFC، عفوا الـ IFC classification اللي خاصة ب كيف تتعامل فيها مع Trimble Connect. وعندك المودلز اللي هو كل المودلز اللي مفتوحين حاليا، انا حاليا فاتح فقط based on the naming convention زي ما شايفين. It's called family tower, farm holding, Z2 اللي هي zone 2, XX يعني مش معرف. M3 3D model A it's architectural يعني هو مفروض STR 0003 IFC يعني هذا based on naming convention اللي موجودة في الايزو. وعندك اللايرز، عندك شوفوا اللايرز اللي موجودين على سبيل المثال، عندك حسب classification اللي معمولة في الموديل، عندك الكولومز، عندك الفلورز، عندك generic models اللي هما not classified. وإذا حبيت مثلا تعمل on view اللي هم بالكامل تخلي فقط على سبيل المثال الفاونديشن، لو ترجع وتعمل كذا تلقى بس الفاونديشن اللي هما selected. طيب وتروح مثلا ترجع اللايرز، مثلا تحب تخلي فقط الكولومز أو البيمز، أو على سبيل المثال البيم، في عندي بيم واحد فقط، لو نعمل كذا نرجع من أول وجديد اللايرز، نغطي بالكامل ونخلي فقط اللي هو البيم visible. راح نشوف بلي عندي بيم واحد فقط، مش معناها موجود في المشروع كامل بيم، أنه تعمل modeling معناها أنه تعمل modeling فقط للبيم هذا. تمام، نرجع لللايرز ونعمل مثلا، يعني انت فرضا هنقول لكم وين اهميه اللايرز في شغل الكونستراكشن او during the construction phase. طيب نرجع لهم بعد عشان ما نحرقش فقط الصوت. طيب 3 دوتس زي ما شايفين احنا تكلمنا على هذه، خلينا نتكلم على 3 دوتس. لما نعمل كليك على 3 دوتس اللي من فوق هذا على الشمال على اليمين عفوا، يقول لك Model Display Settings، عندك Selection Mode، عندك Multi Select Mode، عندك Multi Select Mode يعني تختار كذا Selection مرة واحدة يعني أكيد. إذا شلتها هل الصوت واضح؟ الصوت واضح أو لا؟ الصوت واضح نعم. نعم نكمل يعني صح؟ نعم. طيب وين وصلنا؟ وصلنا في المالتي سيلكشن مود. المالتي سيلكشن انه اذا عملت لها ان تشيك راح تصير تعمل سيلكشن سيبريتلي لكل موديل يعني زي ما شايفين، بس اذا عملت لها تشيك راح تصير سيلكشن مالتي سيلكشن، يعني حتكون عندك بوسيبيليتي انك تعمل سيلكشن كذا كذا شغله في نفس الوقت. وعندك سيلكت اسامبليز اللي هي راح تكون الفاميليز، او اذا كان عندك اسامبلي يعني حتختاروا زي ما شايفين كذا هذا مع بعض، يعني اذا كان هذا already like group في الـ في الـ في النيتيف في النيتيف فايل، او يعني لما تعمل له modeling انت بالريفيت او الاركيكاد اذا كان هذا group راح يعمل لك selection الاسامبليز. عندك الجريدز، انا ما عنديش جريدز حاليا، انا ما صدرتش الاي اف سي جريدز، انا ما عرفتهمش في الريفيت قبل ما نصدرهم، يعني اذا عرفت الجريدز اذا عرفتهم في الريفيت، واذا صدرت اكيد راح يصدر لي الجريدز. وفي الحاله هذه راح تشوفهم، اذا مش حاب تشوفهم تعمل ان تشيك راح يصير عندك البوسيبيليتي انك تخفيهم بال 3 دي موديل. عندك شغله ثانيه اللي هي اورتو جرافيك بروجكشن اللي هي زي ما شايفين الاورتو او الاورتوغونال بالفرنسي، يعني في ناس تحب تشتغل بالشكل هذا يعني، يعني أنا أكثر أريحية بالوضع الثاني. تمام، وعندك الماركابس والكليب بلانز والأوبجكت لينكس اللي حتشوفهم بالكامل. الماركابس تكون عندك possibility أنك تشوف الماركابس أو تعمل الماركابس، وعندك possibility أنك تعمل كليب بلانز أو ما يسمى بالكات بلان، وعندك possibility أنك تشوف الأوبجكت لينكس. وعندك status، هذه فكرة status في عنا الابليكيشن عفوا رقم 5 حنخصص له يعني تقريبا نص ساعه المره الجايه، يعني اللي يسمى ب ستاتوس شيرنج، اللي هو ستاتوس شيرنج راح تتبع بروجرس الورك اللي موجود في السايت عن طريق
3 different or 4 5 different status اللي هم started, paused and completed, وين حتكون عندك full control of the project site progress. يعني راح نتكلم عليها من بعد ان شاء الله لانه عنا هي موجوده already في الموبايل ك option يعني في البزنس بريميوم لايسنس, وفي عندك يعني تلقاها من بعد في كتطبيق واحد وتنزله يعني رائع جدا هذا. راح تعمل حتى تايم فريم كريبورت يعني في بعض الملاك مهمهمش يعني, وخصوصا احنا في عصر السرعة, انا يهمني فقط نشوف مثلا فيديو قصير لمدة 10 ثواني وين وصل المشروع وين واقف, نقدر نعمل شيء ما يسمى بالستاتوس شيرين عفوا تايم فريم معين, واحنا نربط كل تايم فريم او مدة زمنية معينة ب بروجرس الشغل. راح نتكلم عليها من بعد, هذه رائعة جدا راح تستمتعوا بصراحة. طيب هذم 3 دوت شوفيهم, وهذا ال 3 لاينز هذم في البلو باتن شوفيهم من اسفل زي ما شايفين. على سبيل المثال اكيد راح تكون في عندها علاقه بالنافيجيشن اللي هي ب 3 دي, فرضا نبدو واحده يعني 1 باي 1 على سبيل المثال اذا كان ضاعت انت في الموديل وكذا زي ما شايفين. جي بس لي من الاسفل, نبدا من الشمال الى نبدا من الشمال الى من اليمين الى الشمال عفوا, نروحوا للسكند وان بمجرد ما تعمل كليك حيرجع لك الموديل في وضعيته يعني الستاندر. مثلا انت تهت ولا ضاعت كذا وضاع عليك الامر ما قدرتش كيف ترجعه, مع انه هذا نادرا جدا لانه نافيجيشن اللي موجوده في الموبايل اب او اي 3 دي فيور او نافيجيتور اللي في موجود في تريمبل باي ديفولت رائع يعني مش راح تتوه يعني, تقدر تعمل كذا يرجع لك من اول وجديد. اذا عملت سيلكشن على شغله معينه مثلا, او خلينا نمشي من دون ما سيلكشن عفوا, عندك هذا الاوربت اللي هو تقدر تحرك الموديل اوربت, تقدر تعمل له شيفت عفوا عفوا تقدر تعمل له حركه يعني تكون عندك تعمل له موف عفوا باصبعك يعني simple finger إذا حبيت ترجعوا free in space كذا تمام. الشغلة الثانية وش عندك, عندك إذا حبيت مثلا تشوف different views سواء كان top right left, تعمل كليك على المربع هذا زي ما شايفين هذا المربع, تعمل عليه كليك حيطلع لك الاوبشن سواء تشوف الموديل من التحت سواء تشوفه من الجنب سواء تشوفه كذا كذا على حسب يعني ترجعوا البرسبكتيف الخاص بك. مثلا أنت على سبيل المثال خلينا نقول كذا, بعد حبيت ترجع الموديل تقدر ترجعه بالشكل هذا بعد ما تضغط على ريسات, خلينا نقول ريسات. في بلس زي ما شايفين في أقصى الشمال من الأسفل, لما تعمل كليك على البلس حتشوف كذا أوبشن. من هنا وين يبدأ السايت انجينير أو الفورمان أو الكواليتي أو السايت انسبكتور يبدأ يتحرك, ويبدأ من هنا تبدأ الكوميونيكيشن بينه وبين جماعة المكتب أو المودلينج تيم. أول واحدة اللي هي خلينا نقول تقدر ترسم في المودل كذا, ما يعجبكش مثلا تنزل على المودل مش عارف أنا somehow تمام, تقدر تعمل له done عفوا, إذا حبيت تشيله تعمل له delete أوكي. عندك هذا يعني it's freehand sketching يعني تقدر تعمل حتى كذا أوكي على سبيل المثال مش عارف أنا عندها استعمالات كثير يعني تقدر تستعملها فري هاند سكتشينج دون, تغير اللون غير اللون كذا مجرد مثال فقط. ديليت جل هذه ديليت عفوا اختار ديليت, انتم شايفيني اني انا اعمل ديليت 1 باي 1, وهذا يعني عمليا اتس اوكي صحيح بس عمليا مش صح يعني جنب كانك تعطيك البوسيبيليتي انك تعمل دون جيت تختار هذا, وفي التراش اللي هي على الشمال وفي التراش اللي هي على اليمين, بمجرد ما تعمل على اليمين راح يقول لك are you sure you want to delete all markups, قول له yes. مش بالمره ما تبقاش تعمل delete يعني واحده 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 حتضيع وقتك يعني, انه ما تشوفوش هذا المشروع صغير يعني لما يهتدم يعني وتكثر كثره يعني المعلومات ويصير في تداخل في المعلومات تلقى ملايين الماركابس موجوده في مشروع واحد تمام, وين انت مش راح تروح واحدة واحدة وتشيلهم يعني, أو ممكن تعمل clean up للموديل
مش راح تعملهم واحدة واحدة، يعني أكيد بالمرة تشيلهم in one shot، خلينا نقول in one shot. yes. عندك هذا اللي هو tab شو اسمه، يعني by line يقول لك tab first point to start the markup، تختار النقطة الأولى وتمشي كذا، second point، third point، هو يرسم لك خط، يعني يقول لك اختار النقطة الأولى وبعد اختار النقطة الثانية، تمام، يعمل لك مثلا كذا، النقطة الثانية كذا، النقطة الأولى كذا، تختار يعني أنت على حسب الماركاب أنت وين حتستعمله. زي ما شايفين ممكن هذا، ممكن هذا تستعمله أكثر شيء في الطرقات، تمام، لأنه هذا ما تنساوش أنه حتى في الإنفراستراكشر يكون عندك مثلا بريدج تقدر تعمل له ماركاب، سهم تقول له مثلا على الماركاب هذا، تعطيه ملاحظة معينة وين هو المسؤول عن الموضوع، يقدر it will take he will take عفوا action على حسب الماركاب او التدول اللي عملت له اياها. في النقطة الثالثة اللي هي الارو، الارو زي ما شايفين يقول لك نفس الشيء، tap the first point to start the markup، خلينا نشيل هذا الارو عشان مثلا انت عندك ملاحظة معينة على سلاب، جي الارو اختار سلاب، جينا هنا وتكتب مثلا ملاحظتك اللي تكون من الاسفل، حنمشي ستيب باي ستيب، ما عليكم يعني بسيطه الامور ان شاء الله. في عندك اللي هي التكست يقول لك نفس الشيء، اوف ذا فيرست بوينت، مثلا عندك جينا هنا وجي هذه، تكتب التكست مثلا سلاب نوت كلير على سبيل المثال، اني نكتب اي شيء بس يعني مجرد للتوضيح، سلاب نوت كلير زي ما شايفين كتبت لي وينها سلاب نوت كلير في هذا التكست، تمام، دان، نجي للتكست نختاره يس، تمام، يعني التكست انك تختار الفيرست بوينت ملاحظ على هذا وجيب هنا وتكتب مثلا فور وول نوت فينيشت، مجرد مثال فقط يعني احنا يعني زي ما شايفين فور وول نوت فينيشت، يعطيك التكست، تقدر تعمل ماركاب ثاني اللي هو مثلا سلاب different color على سبيل المثال، تعمل اوكي ايه صح، هذه different color مثال، مجرد مثال بس. في عنا الشيء الثالث اللي هو الكلاود، الكلاود مثلا عندك شغلة معينة تحب تعمل عليها كلاود، عفوا خلينا نشيل هذا ديليت، راح تختار كلاود هذا وتوسع فيه مثلا، عفوا توسع فيه كذا، صراحة الكلاود صعب شوي انه يعطيك النافيجيشن، لازم تركز معاه مليح، مزعج يعني. anyway الكلاود هذا هو الكلاود، خلينا نعود كلاود ثاني، ممكن اتوفق انا باش نعمل ايوه زي ما شايفين، كبر فيه شوي وتخليه زي ما هو، يعني تقدر تعمل ملاحظة عليه مثلا عندك clarification على سبيل المثال، اوكي، او تعمل cloud بالشكل هذا، done، ديل هذه كليك، عفوا صراحة مزعج لانه لازم امسك النقطة هذه الصغيرة، تمام، مجرد ما امسك النقطة هذه صغيرة نعمل هولد ونحرك الكلاود، يعني خلينا نشوف كذا ممكن توفق في هذه، الله للأمانة صعبة صعبة. anyway هذا بالنسبة للكلاود، خلينا نشيل all the markups زي ما شفتوا، شال لي حتى الملاحظات اللي عملتها كتكست. عندك الميجرمنت، الميجرمنت بطبيعة الحال من الأشياء اللي هي مهمة جدا، أنا كسايت انجينير فرضا انا حنتعامل بالموديل فقط، يعني حنتعامل بالانفورميشن موديل، مانيش راح نتعامل يعني بالمخططات. شوفوا ان لما نقول لكم المهندس مش راح يتعامل بالمخططات، راح يكون عنده فقط البي موديل، هذا فرضا اذا نحن في بيرفكت بي ميرد، يعني انه صعب بصراحه نتخلى على الورقيات من الضربه الاولى، بس كانتقال او كسلاسه في الانتقال يقدر يدرب المهندس في الموقع او الفورمان او السايت انسبكتور على موضوع كيف ياخذ المعلومات من الموديل من دون ما يعمل ار اف اي، او كيف يستعمل الموديل مشان يطلع الار اف اي، فهمتوا علي؟ يعني على سبيل المثال انا حبيت ناخذ مثلا قياس من هون هون، اتطلع لي مثلا 6.3 زي ما شايفين،
تمام، ممكن نحب نعرف مثلا قياس ارتفاع الجدار، مثلا على سبيل المثال ناخذ ارتفاع او بعد الجدار على اسلابه على سبيل المثال، زي ما شفنا اخر مره في 3 دي فيور في الديسكتوب. تمام، زي ما شايفين ناخذ كامل المعلومات اللي خاصه به. ممكن انا نحب نتاكد من الموضوع، راح نقول لكم في الخطوه اذا كان مثلا السايت انسبكتور يحب يتاكد من الخطوه اللي عملها وكذا. طيب خلينا نشيل المارك ابس بالكامل هذا. تمام، ديليت اول، يس. تمام، وتعالى بعد عنا الكات بلان زي ما شايفين، يكون عندك الحريه انه مثلا انت وصلت في الطابق الاول او الثاني تيبيكال، او حتى الهيلث كلوب الموجود سويمينج بول بروجريس، يعني اذا حبيت تعرف مثلا شو الدان، تحب تعرف مثلا شو المسافه ما بين هذا وهذا على سبيل المثال، تطلع لك المعلومه من دون ما تتعب يعني. تمام، تطلع لك المعلومه من دون ما تتعب او تعب حتى التيم اللي عندك. ارجع بس شوي. اوكي، دان. كلير. على سبيل المثال عندك الكات بلان زي ما حكينا، ممكن تعمل كات بلان ثاني اللي هو من الطرف هذا. انت وانت جالس مثلا تحب تشوف الاسقاطات مع بعض، تشوف مثلا كيف تتقاطع الكولوم مع سلاب، تحب تخيلها فراس قبل ما تنفذ على سبيل المثال. عندك 3 دي موديل متجاز بالفون، تقدر تشوف 3 دي موديل باش تسهل لك عمليه الكوردينيشن للسايت. طيب خلينا نشيل هذه ونشيل هذه، يس. روح شوف شو الاوبشنز الثانيه اللي متوفره عندك. سكرين شوت، تقدر تعمل صوره تسميها مثلا نورمال فيو. ديسكريبشن، نورمال فيو على سبيل المثال فور تريننج، على سبيل المثال فور تريننج عفوا. والاساين لمن اساين، ممكن يو اساين تو بلال على سبيل المثال. اوكي، هذه الصوره صارت عندي، راح نشيك مع بعض الايميل شوفوا هل وصلتني الصوره صح او لا. حاليا خلينا نتحرك لمستوى اعلى شوي. فرضا وانا في السايت كان عندي مثلا مشكل معين، انه بعد ما عملت انا كسايت انجينير الكات بلان ونزلت للطابق فرضا التيبيكال الخامس او السادس او العاشر، خلينا نطلع فيه شوي مجرد مثال فقط، او جيت للطابق هذا وشايف باللي مقطع الكولوم او الوول هذا ستراكشر الوول يعني مش واضح لي قياساته، يعني اخذت انا مثلا ميجرمنت تول شفت انه 0.5 يعني 50 سنتي، نعمل دان. في الحاله هذه اللي هي اخر واحده احنا شفنا، يعني شوفوا اقصى الشمال في عندكم المقص اللي هو كات بلان، وفي عندكم بجنبه بلس يعني وكانها صوره، هذه اوريدي اخذنا الصوره وارسلناها لواحد من التيم ممبرز اذا حبيت مثلا تعمل له سكرين شوت. في عندنا شيء اسمه نيو تو دو، وش تسميه؟ تسميه مثلا كولم ويث، اوكي، ديسكريبشن بليز كونفيرم ذا ويث اوف ذا وول ولا اوف ذا ستراكشرال وول على سبيل المثال. تمام، تعمل شو مور اوبشن برايورتي، لازم نقول له كريتيكال assign to مثلا بلال اللي هو شو اسمه اللي مسؤول عن الموضوع هذا، والتايب تايب تقدر تسميه مثلا request request for information RFI على سبيل المثال، مثال مجرد مثال فقط. وتعمل due date اللي هي لازم مثلا ممكن بكرة
تمام دان وتعمل اوكي. بمجرد ما عملت اوكي راح يتكريت عندي التاسك. انا كسايت انجينير خلصت موضوعي من هذا الكولم، خلاص ارسلت الار اف اي وارسلت الريكوست او الكلاريفيكيشن لل شو اسمه للديزاين تيم. انا في المكتب، ولا ماشي حتى في الطريق، توصلني ايميل او توصلني نوتيفيكيشن انه وصلك تو دو من عند السايت انسبكتور. نشوف انه مكتوب عندي من الاسفل كولم ويث. بمجرد ما نعمل كليك راح نشوف تو دو، ننزل نشوف شو حسب 3 دي موديل راح ياخذني مباشره على هذا. وش نعمل له؟ انا نقول له اتس كونفيرمد، نرجع للتو دو هذا نعمل له اتس كونفيرمد. انا في الحاله هذه يا اما نرجع له كومنت من الاسفل، زي ما شايفين عندكم الكومنتس من الاسفل جدا، في كومنتس الاسفل تحت خالص يعني. وممكن نعمل له مثلا دوكيمنت، نعمل له اتاتش للدوكيمنت موجود عندي في الكومنت داتا انفايرمنت. مثلا نعمل مثلا اوفيشال دوكيمنت نقول له بروسيد يعني، او نقدر نعمل له لينك لل 3 دي، او نقدر نعمل له لينك للمخطط، او ممكن حتى في التو دو هذا يقول لي بليز كونفيرم ذا ويدث اوف ستراكشرال وول بيكوز اي دونت هاف، هو بيكوز اي دونت هاف ذا دروينجز على سبيل المثال. طبيعة المثال وش تقدر تعمل له؟ انت جينا هنا للكومنتس تقول له انجينير بليز مثلا، او مثلا انجينير كايندلي فايند ذا اتاتشد. اوكي تعمل كذا وجينا هنا وترفق له الدوكيمنت اللي هو موجود في السي دي اللي هو ما عندوش عليه اكسس. يعني انت تعطي له temporary اكسس، مثلا تقدر في الشيرد تروح وتعطيه اكسس على architectural model، على مثلا بي دي اف model او 2 دي drawings. تمام. بطبيعة الحال بعد ما تخلص انت ملاحظاتك اللي هي يو ترجع الانسر للسايت انسبكتور، تكتب البرسنتج انك خلصت التاسك، تكتب له 100%. وتقدر الستاتوس او ستاتوس عفوا اللي هو نيو زي ما شايفين، تقدر تدخل وتعمل له كلوزد والسلام عليكم، لا يعرفك لا تعرفه، خلصت انت التاسك تاعك. توصله هو نوتيفيكيشن انك خلصت التاسك، وتوصلك انت نوتيفيكيشن انك خلصت التاسك. بمجرد ما يصير كلوزد يصير عندك انت التراك او الهيستوري انه جاك ريكوست فور انفورميشن وسكرت الريكوست بكل سهوله. طيب خلينا نرجع ل 3 دي موديل نشوف ايش قادرين نعمل به. زي ما شايفين الفاميلي، وزي ما قلنا اخر مره انه في الكويك اكسس يعطيك اخر شيء كنت تشتغل عليه. يعني زي ما نقولوا احنا ريسنتلي اوبند، انا ريسنتلي اوبند كان عندي 3 دي موديل، نفتحه مباشره مش من دون ما ندخل ونفتح الفايل وكذا وندور عليه، هذا حياخذ وقت بعض الشيء. هذه من بين الاشياء اللي هي على سبيل المثال اللي تقدر تستعملها في السايت، يعني حتكون بينك وبين السايت كوميونيكيشن هي حتكون اعقد من هنا بكثير. يعني انا اعطيتكم مثال بسيط جدا، يعني كيف الستراكتورال او عفوا السايت انسبكتور او الفورم يطرح السؤال او يبعث لك الريكوست فور انفورميشن، كيف انت ترجع عليه بكل سهوله. في شغله ثانيه، فرضا اعطيكم مثال ثاني، خلينا نفتح 3 دي موديل ثاني، نروح المشروع اللي هو هذا، نروح لل 3 دي موديل ورك ان بروجريس، نروح الاركيتكتشرال موديل، نفتح هذا نعمل له لانش تحت شير بطبيعة الحال اللي هو خلينا نقول 3 دي موديل. انا اعتبروني فقط شو اسمه بطبيعة الحال نفس الشيء الستراكشرال او عفوا السايت انسبكتور الفورمان. ضاع شوية لانه لما تضيع اعمل بس هذه وحيرجع لك الموديل زي ما كان. فرضا انا فتحت وصلت لمرحلة معينة وين السايت حبيت نعرف نوع الباب اللي مركبينه حاليا، تمام، او انا كفورمان او كبروجكت مانجر حبيت نرسل للديزاين تيم او حتى للمالك
نرسل له نوعية الباب أو الموكاب سامبل اللي راكبه في السايت. وش نعمل؟ نعمل نفس الشيء بالدودو اوبشن. أرويكم إياها ثواني بس. عفوا، قلنا على سبيل المثال إذا كان هذا مثلا الباب اللي هو يكون راكب يعني، وش نعمل؟ نعمل نفس الشيء، نقدر نعمل له سيلكشن أو نقدر نعمل له من دون سيلكشن نعمل له سكرين شوت فقط، يعني نقرب عليه يعني نعمل له زوم، ونجي شيء ما يسمى نفس الشيء ما يسمى ب تو دو، نعمل كليك تمام ونكتب دور سامبل، نكتب Dear engineer, please check the sample. تمام؟ Please check the sample. Show more option. Normal. Hi. Assign to engineer Bilal. بعد نروح confirm. ثواني بس على ما أظن إنه الشير ضاع. أرجعه. ثواني بس حيرجع. زي ما شايفين الدور سامبل ديسكريبشن دير انجينير بليز تشيك ذا سامبل. رجعت مهندس عمر الصورة صح؟ أكد لي من فضلك. على ما أظن رجعت الصورة. مهندس عمر رجعت الصورة صح؟ نعم ممتاز جدا. طيب وش نعمل؟ كتبنا دور سامبل دير انجينير بليز تشيك ذا سامبل. هذا يعني سيناريو انه سايت انجينير يكلم في الديزاين تيم. البريوريتي هنا التايب، نكتب التايب اللي هو ريكوست. اوكي، وفي عندكم هنا الكليب اللي هي من الاسفل بالازرق. وش نعمل؟ ركبت الباب سامبل صح؟ جي شيء ما يسمى كاميرا. تمام انتم شايفين اللابتوب صح؟ شايفين اللابتوب. وش تعمل؟ جي للباب اللي راكب، مجرد مثال فقط، صور له اياه هذا الدور سامبل يعني اللي موجود في السايت. يوز فوتو. اوكي، حطت الصورة. ديو ديت، حط له اياها مثلا، غير له اياها بكرة، وتعمل دان. اوكي خلص عندي تو دو تاسك. وش نعمل؟ نرجع للتو دو ونشوف دور سامبل. انا هفتح يعني في المكتب على سبيل المثال. مش عارف انا ليش توقف الانترنت عندي، النت عندي متعب صراحة. هذا اوكي، اسف جدا يا شباب. انا فتحت يعني في المكتب، فتحت جاني تو دو انه دور سامبل دير انجينير بليز تشيك ذا سامبل. وصلتني رسالة من عند سايد انجينير قال لي من فضلك شيك سامبل. راح نشوف الاتاتشمنت. This file has not been yet downloaded. Please download it. Yes, okay. رح نعمل له تحميل. ومن بعد نفتح الفايل. Download in progress. Please wait. يقول لك download in progress. Please wait. بعد ما يخلص يقول لك file downloaded. تفتح وتشوف. عندك ملاحظة. أقول له لا يا سيدي. يقول له شيل المسخرة هذه. تجي تعمل cloud. تكتب له هنا مثلا. اوكي. تكتب له فرضا. او عفوا خلينا نقول ايه، تكتب له دان. خلينا نعمل ارو. ارو تكتب له تكست على سبيل المثال زي ما شايفين. color not approved. عفوا تكست مش يكتب عندي، تكتب له اوكي. مرة أخرى color not approved زي ما شايفين تم عندي. اوكي تغيير الصورة، تقدر تعمل حتى تو دو ثاني based on هذه.
تبلو دور سامبل ريبلاي دير سايت انجينير شات. اوكي مور اوبشن تحب تقول له مثلا كريتيكال ساين تو سايت انجينير، انهي واحد فاهم يعني تختاروه يعني وتعمل له دان. او قادر وانت في خلينا نقول وانت في التو دو تاسك، بمجرد ما تعمل كليك على الصوره احتكيت لك يعني في ال كسكرين شوت، او تقدر تعمله حتى اد كومنت. اوكي تكتب له مثلا بليز تشيك ذا فوتو اتاتشد، وتحمل هذه اللي عملت عليها تشيك مارك وتحط اياها من الكلاود. تمام تقدر تعمل له صوره من الكلاود، او افضل طريقه انك دور سامبل ريبلاي ترجع تو دو تو دو. تمام ترجع تو دو تو دو، يعاود هو وش يعمل مثلا بطريقه ما، يمسك بعد ما يوصلوا التو دو يعمل اتاتشد اوكي، ويعاود يكتب الكاميرا ويقول لك مثلا فرضا 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 تغير الباب الى الشكل هذا على سبيل المثال. اوكي صراحة بيصير بلوك في الانترنت. يصير بلوك في الانترنت مزعج جدا بصراحة. هي الصورة متوقفة عندكم في الصورة الأولى، وفي عندكم الصورة الثانية زي ما شايفين أنه حتى التغييرات اللي تصير من طرفك على الصورة عندك two options، يا إما تعمل another to do أو الصورة نفسها اللي عملت عليها تغييرات يكريت لك منها سكرين شوت عليها ملاحظاتك، وين تقدر ترجع على الصورة وقفت. أوكي دقيقة بس مهندس عمر زي ما شايفين انه حتى في الصورة الواقفة يعني نقدر نستفيد ما بين ما يفتح عندي الفوم زي ما شايفين اسمها embedded view، يعني حيخوض لك نسخة على الصورة اللي بعث لك اياها السايت انجينير. تمام تحط عليها ملاحظاتك وتكتب مثلا انه في الكومنتس انه please follow the instruction، ويبقى هو يرجع لك بصورة ترجع له بصورة، يرجع لك بصورة ترجع له بصورة. تمام يعني it's highly coordinated and highly collaboration يعني workflow، راح نستفيد كثير يعني إذا مشينا بالطريقة هذه، وبين المعلومات مش راح تضيع، راح يكون عندك track لل request of information. تمام الشغلة الثانية أنه اللي راح نستفيد منها كذلك أنه ممتاز الرع الشير، الشغلة الثانية راح نستفيد منها كذلك أنه راح يوصلنا ايميلات، مش راح تتعب حالك بالايميلات كذلك، راح يصلك ايميلات يعني اوتوماتيك لايميلز انه خلص زي ما شايفين هنا على سبيل المثال ستاتوس تخليه مثلا ويتنج اكيد، والاساين تو ترجع للسايت انجينير، وتعمل التايب الكومبليشن برسنتج تخليه 50% دان. اوكي وتعاود تكتب له كومنت بليز فولو the instructions عفوا. تمام عندك two options اذا حاب ترجع على site engineer، يا اما ب another to do new to do اذا حاب يعني تنظم شغلك انه كل to do يقابله to do ثاني، او تحب تعمل في نفس ال to do اللي ارسل لك اياه site engineer ترجع عليه وتعمل له سكرين شوت على الصوره ترجع عليه نفس ال to do option. التاسك الواحد راح تلقى الهيستوري بالكامل تاع الاعمال. تمام خلينا نشوف بس 3D فيور وش فيه ثاني another options. انا اتاسف منكم على الانترنت لانه بصراحه تطبيق هذا مش لازم تخلطه مع اشياء كثير لاني اشتغل على التطبيق ومشيره في نفس اللحظه.
هيا نشوف 3D Navigation وش فيه اوبشنات ثانيين. قلت لكم دائما ما كلها تعب وحالكم، يعني تروح تفتح الفولدر ستراكشر، تروح تدور وكذا، شوف اخر شيء فتحته راح تلقى الامور كامله موجوده عندك، يعني ك recently opened. طيب احنا شفنا هذا على السريع يعني، وانتم تقدروا تستكشفوا من بعد. تمام، في عندنا اوبشن ثاني لما تعمل سلكشن هالشغله، لما تعمل سلكشن شغله راح يجيك اوبشنات ثانيه بالكامل. تمام، اذا عملت سلكشن لهذه، لو تتذكروا اول مربع على اليمين ما تكلمتكمش عليه، ليش؟ لانه اشتغل بالسلكشنز هو، يعني لما عملت سلكشن لهذه وعملت كذا راح تروح السلكشن. شايفين هذا المربع لما اعمل عليه كليك ما عنده حتى معنى، يعني راح يرجع لك ما تحسش بالفرق، بس لما تعمل سلكشن وتعمل المربع هذا راح يرجع لك الموديل زي ما كان. سلكشن هذا لما نعمل سلكشن على الاوبجكت راح يعمل لك فوكس، هذه زي ما شايفينها احنا قلنا هذه رجع لك الفيو زي ما كان، صح ولا لا؟ وهذه راح يختفي لك، يرجع لك الموديل من دون سلكشن، يعني ان سلكت. النقطه الثالثه هذه اللي هي تعمل لك فوكس اون اي شيء عملت له سلكشن، يعني جيل هذه تعمل فوكس حيديك الفوكس لهذه، تقدر بعد ما تعمل فوكس لهذه تعمل تو دو، تعمل ترسل مثلا، تحب تستفسر على شيء تقدر حتى ترسل انذر انجينير معك في السايت تقول له روح شيك لي هل هذا الكولوم خلص او لا، وش يعمل هو؟ يقدر يروح للسايت يصور لك الكولوم التو دو، نفس التو دو اللي بعثت له اياه، ويقول لك او خلص. وانت شفت التو دو الصوره اللي ارسل لك اياها للكولوم اتس كونكريت تصب، شفت التعشيش في الكولوم، تقدر تعمل له مارك اب على التعشيش وتقول له صلح الوضع، يوصله هو انذر تاسك اللي هو عنده تعشيش. وش يعمل هو؟ بعد ما يصلح التعشيش يعاود يرجع لك في نفس التو دو، يعمل لك صوره ويقول لك بروبلم فيكست او التاسك دان، ترجع له انت ثانك يو او زي ما حبيت يعني. يعني بس تو دو واحد تقدر تم فيه حركه كوميونيكيشن يعني كثيره، يعني وواحد تكون عندك تراكينج، وواحد تعمل كنترول على السايت during the construction phase. تمام، هنا هذه فوكس على الشيء اللي عملت له سلكشن. في عندك هذه انك لودين تعمل هايد، اوكي هذه تعمل مش تعمل هايد، لما تعمل هايد هذه تعمل له ان هايد، فرضا هذه هايد، جيل هذه تعملها ان هايد، حيرجع الموديل بالكامل. شفتوا يعني هذه عمليا نفس هذه الايز، التو ايز هذه بجنب الفوكس عندها نفس فكره المربع اللي هو ريسيت زي ما شايفين، بس هذه عندها علاقه بالسلكشن بالهايد وان هايد. طيب الشغله الثانيه اللي هي قلنا هذه الاوربت، تعمل كليك على اوربت اكيد تحرك الاوربت، وعندك الالوان تحب تعطي السلابة لون معين، تعطيه لون معين على سبيل المثال، وتعمل تو دو، يعني مثلا عندك وان اليمنت اللي هو مش واضح لك تعطيه كالر معين مثلا مشان تعطي عليه تاسك على سبيل المثال، زي ما شايفين الالوان بالشكل هذا. انا حاب اراجعهم زي ما كانوا من الاول، نعمل ريسات وحيرجع الموديل زي ما كان، نعمل سيلكشن من اول وجديد، ونروح اكيد هذا شفناها مع بعض حيتكرر عندك. في نقطه رائعه ومهمه جدا في ريمبل كانت بصفة عامة، سواء ديسكتوب أو الويب أبليكيشن أو حتى الموبايل، اللي هي لينك. بمجرد ما تعمل لينك عندك تقدر على سبيل المثال ترسل أنت في السايت، عفوا في المكتب، ترسل تو دو فاضي تقول بليز دير انجينير على سبيل المثال واتس ذا ستاتوس اوف ذا فورث سلاب على سبيل المثال. وش يعمل هو؟ يجيك السلاب هذه، او تقدر وانا في المكتب، شوفوني وانا في المكتب ماسك الموديل كمالك، نتكلم كمالك. طيب 1 2 3 سلاب 4 سلاب، جيت لهذه والله حاب نعرف سلاب تثبت ولا لا، نجي لينك وش نقول له؟ نقول له مثلا اد تو دو، نقول له بارت سلاب ستاتوس. تمام، دير انجينير Did you cast the concrete؟ مثال، ها مثال، مجرد مثال، تعمل دان وتعمل وش يعمل هو؟ في نفس التودو يروح يصور لك صبيت الكونكريت، يعمل يرفق لك اياها في التودو على سبيل المثال. هذه وش معناها؟
اللينك. تقدر تعمل لينك فوتو، اوكي، صوره تروح للسايت على سبيل المثال، انت ككواليتي كنترولر تروح للسايت وتعمل مثلا كاميرا. خلينا نقول لكم شغله ثانيه احسن واسهل، مثال، مجرد مثال فقط فرضا. خلينا نفتح موديل ثاني، يعني نحاول نعطيكم كامل الاوبشنز مشان اكيد قدر المستطاع. فرضا هذا تريد الموديل هذا المعماري، انا في السايت، ياخذ له وقت مشان يفتح، ثواني بس. اوكي، يفتح عندي 3 دي موديل. والله انا فرضا عملت حبيت نعطي ريبورت للمالك على سبيل المثال. نجي مثلا للكات بلان، نقطع هذه كذا زي ما شايفين، نجي لهذه مثال، مجرد مثال فقط، نعمل سيلكشن على الجدار لانه جايب الكات بلان حيعطيك جدار بالكامل، وجي لهذه تصور له مثلا، تصور له البينت على سبيل المثال، يوز ذيس فوتو، وعفوا اذا راحت الكونكشن راح يصير اوبجكت لينكد صوره، تمام. او تقدر مثلا تعمل عفوا تو دو، هذا تو دو فيه اوريدي هذه الصوره، تعمل مور اوبشن وجي تصور له اياها بالشكل هذا، وتصور له الجدار زي ما شايفين، وترسلها للمالك. يعني الملك راح يشوف الصوره مرفوقه بال 3 دي موديل، تقدر حتى تربطها بالبروجرس، صبيت كونكريت وانت تصب تمسك الموديل تعمل سكرين شوت، تكتب مثلا تو دو بليز تشيك تو دو، مش معناها يكون تاسك بالضروره، قادر تكون انفورميشن حاب تبلغها لي، حاب تبلغها مثلا الموديلينج تيم، تمام، قادر تكون معلومه تبلغها للمالك على حسب. يعني انت عندك البوسيبيليتي تعمل اشياء عجيبه وغريبه ب جيمبل كونكت موبايل اب. خلينا نشوف سؤال ممكن. نعم، خلينا نشوف، يمكن يظهر، اكيد مش مهندس يمكن يظهر، للاسف انا الموديل هذا نوت كلاسيفايد، مش عامل له كلاسيفيكيشن، مش عامل له اي اف سي مابينج، تمام. اكيد يظهر الطابق من دون اختيار انك تروح على اللايرز زي ما عاملين هنا، يعني فلور دور كذا، انا مش عامل له كلاسيفيكيشن. سؤال من طرف مين؟ مهندس، نعم مهندس عمر، الموديل هذا للاسف مش عامل له كلاسيفيكيشن، عارف لو كنت عامل له كلاسيفيكيشن كان يختار لي طابق لوحده. يعني تصير انت وش تعمل؟ اختار طابق طابق، كل ما وصلت الطابق اختار سلكشن، تعمل سلكشن الطابق وتتابع الاعمال اللي موجوده في الطابق هذاك، يعني سواء بينت صبغ سانيتوري فيكسترز اتسترا اتسترا، تمام. الاوبشنات الثانيه اللي موجوده، خلينا نروح للموديل الاخف شوي مشان ما تقطعش الانترنت. اكتب بروجكت، نفتح هذا. مهندس كان مهندس عمر انه هل يمكن انه نختار الطابق لوحده من دون ما نعمل كات بلان؟ نعم، مثال هذا على سبيل المثال، عندنا خفف في شو اسمه ما يسمى بالجوست زي ما شايفين، يصير ترانسبرنت. اوكي، نرجعها زي ما كانت، زي ما مثلا عندنا ان هايت. اوكي، ريسيت، تعاود ترجع من اول وجديد، لان اذا كانت ان هايت نجي لهذه تعاود ترجع من اول وجديد سلكشن. وعندك شيء ثاني، خلينا نشوف البلاس هذه وش عندي، نفس الشيء نفس الاوبشنز. في عندنا شيء ثاني جميل ورائع اللي هو اوبجكت انفو، بمجرد ما تعمل اوبجكت انفو راح يعطيك شو اسمه معلومات السلكشن اللي هي بيسك روف، والروف كذا كذا، مثلا نختار طابق هذا زي ما شايفين، حيعطيك معلومات خاصه بالسلكشن سيتنجز، راح نشوف السيتنجز هو موجوده عندنا الاي اف سي كولوم تايب، حيعطيك معلومات اذا اخترنا مثلا الكولوم نشوف هل هو كلاسيفايد كاي اف سي كولوم او لا، اي اف سي كولوم تايب
Rectangle profile name زي ما شايفين، يعطيك settings classification extrusion، ممكن يعطيك حتى اختار settings اللي تحب تشوفهم. يعني عندك some of the favorite properties، the sum of your favorite properties are shown here. Set your own favorite properties اللي تختارهم انت، بعد تعمل لهم classification وش تحب تشوف. يعني على سبيل المثال مثلا volume، اوكي زي ما شايفين الفوليوم، نقدر نختار شيء ثاني اللي هو مثلا هذا الفوليوم تاع هذه. اذا حبيت نعمل الاريا نعمل تشيك، حيعطيني الاريا زي ما شايفين صح. مثلا اذا حبيت نشوف الاي اف سي نيم نعمل اوكي نو فاليو، يعني نوت كلاسيفايد تاج نو فاليو. مثلا نروح الاي اف سي كولوم، او نروح نشوف properties set quantities take off reference family slab اللي هي 23 سنتيمتر typical على سبيل المثال. ال IFC slab عفوا، شوف ال IFC slab وش عنا، ال IFC slab name زي ما شايفين هو classified family slab 23 سنتيمتر typical، يعني هو classified كslab classified. بس مثلا الكولم no value زي ما شايفين، يعني مثلا هشوف البايل هذا classified او لا. نختار ال IFC IFC pile not defined، it's pile بس not defined. نعم، يعني في اشياء كثير تقدر تستعملها بالابليكيشن. هم ضافوا لها على فكره، ضافوا لها هذه جديده السام والامور هذه مضافه مؤخرا، يعني ما كانتش موجوده يعني من قبل. هم بصراحه شغالين على موضوع انه يخلوا الابليكيشن او اي شيء خاص بتريمبل كونكت مور ادفانسد، يعني متطور عشان يسهل عمليه الشغل في الموقع، سواء في الموقع او في الديزاين اوفيس زي ما شايفين. عندنا بعد فقط هذه، كذلك تقدر تفتح هذا الدروينجز. هنا نشوف مثلا في الورك ان بروجريس سبكترال نت فايلز عفوا سبكترال، شوف هل نقدر نفتح كاد دروينجز او لا. اتس بروسيسنج، يعني لانش زي ما شايفين تقدر تفتح حتى هذا الدروينج وتشوف يعني ما عنده حتى معلومة هذا project info، لأنه 2D يعني. وهذا يبين لك الفرق ما بين الكاد software والبيم softwares، إنه البيم softwares راح يعطيك معلومة على أي selection تعملها على سبيل المثال. وهذا يعتبر خط بالنسبة للتريمبل، مش زي زي ما شايفين no name no value، مش زي الريفيت او 3D any 3D any authoring tool. بيم authoring tool حيعطيك معلومات بمجرد ما تعمل select او selection على اي object. تقدر تفتح حتى PDF، خلينا نشوف اذا عندي PDF. على سبيل المثال waiting، وبس يحمل الفايل في الكلاود قبل ما يفتح لك اياه، سواء كان ريفيت تكلا اي شيء يعني. خلينا راح نفتح شيء ثاني اخف، لانه هذا كتب لي انه حياخذ وقت. بروتوكول نشوف الوركين شيرت سيكتورال موديل 2D، هذا PDF هذا على سبيل المثال. خلينا نشوف ترى يتحمل ولا لا. لانش
زي ما شايفين عملي سيلكشن هذا، انا حنوقف سيلكشن وراح نفتح البي دي اف من اول وجديد، لانه انا عملت له سيلكشن لو تتذكروا اول مره مش قادر يفتح لي تو بي دي اف فايل في نفس اللحظه. لازم نعمل ان سيلكت الاول ونجي لهذا architectural 2D drawings، نعمل لانش، يحمل بطبيعه الحال. اول شيء زي ما شايفين كتب لي waiting، راح تشوفوا انه تقدروا تفتحوا حتى بي دي اف فايل 2D drawings، تقدروا تعملوا ليه اسئلتكم ملاحظاتكم لسايت انجينيرز all requests يعني for information، تعملوا حتى في 2D زي ما تعملوها في 3D model، ترسلوها للمكتب يعني ترسلوها للديزاين تيم. هو مبدئيا وش عملنا نحن يعني في ككيس ستادي، بدينا بال 2D drawings، قلنا لهم اعملوا المارك اب على 2D drawings اول شيء، اعملوا ملاحظاتكم وتدوا على 3D drawings 2D drawings، واحنا مش مشينا معهم ستيب باي ستيب عشان انتقلنا ل 3D models، لانه من المره الاولى تبدا مباشره بال 3D حاجهم صعبه شوي. على هذه احنا فضلنا انه تكون حركه الترانسفورميشن او الموفينج تو ذا ديجيتال ترانسفورميشن ستيب باي ستيب. هو متعودين على 2D، اوكي احنا نمشي معك بال 2D بس قلنا لهم تصير بالموبايل يعني تمام، وبعد تمشوا لهم بال 3D يعني زي ما شايفين حيفتح لي بس المخطط. تحمل ثواني بس، تقدر تعمل ليه المارك اب، تقدر تعمل ليه تو دو، نفس الشيء اللي سويناه في 3D موديل سويه في البي دي اف فايل، يعني نفس الشيء اللي عملناه في 3D موديل والبي دي اف تعمله في الصور. يعني قادر تكون الكوميونيكيشن بينك وبينه صور فقط، تقولوا ابدلي اللهم سيدي بالصور فقط، توصل للسلاب بيصور لك سلاب زي ما شايفين. هذا البي دي اف فايل فيها المخططات، شوفوا الاوبشنز اللي موجوده يعني في البي دي اف، يعطيك الفرصه انك تكتب تعمل تكست كلاود لانه معناش شيء ثاني يعني معناش سلكشن 3 دي اوبجكت وكذا. تقدر تجي مثلا هذه مثلا وصلك انت كسايت انجينير، وصلك عفوا او وصلك التليكوم هذه روم ولا دايمنشن، يعني اعطاك المساحه ولا دايمنشن، تقدر تعمل كلاود كذا وتكريت التودو وتطلب من تطلب من ديزاين تيم انهم يعطوك الدايمنشن الخاص تمام به، ترجع لهم يرجعوا لك مثلا انذر بي دي اف فايل او يرجعوا لك صوره فقط التليكوم بالصور في نفس التودو تاسك تمام. هذه كانت يعني شرح على السريع ل تريمبل كونكت موبايل ابلكيشن، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، كونوا يعني نكون ما ثقلتش عليكم يعني، نتمنى انكم انا متاكد ان شاء الله اذا بس حبينا نطبق الموضوع هذا في السايت راح نستفيد كثير يعني. اذا في اي اسئله وكذا تفضلوا. اذا في اي سؤال تفضلوا. الله يعطيك العافية باشمهندس، جزاك الله الله خير. الله يعافيك يا رب. ما نظن ما فيش أسئلة باشمهندس. إن شاء الله الأسبوع الجاي. نعم تفضل تفضل. الأسبوع الجاي نعم. نعم الأسبوع نعم الأسبوع الجاي إن شاء الله راح يعني نختم سلسلة حلقات تريمبل، بس هذا مش معناه انه مبقيناش نرجع له. اذا صارت اي تحديثات على البلاتفورم نعملها على السريع يعني نتكلم عليها على السريع، لانه صار في تحديثات كثير يعني على البلاتفورم من مره على مره ينزلوا شيء نتكلم عليها يعني يعني عبورا يعني نتكلم عليها. وان شاء الله نحاول نبرمج نتكلم على بيم كولاب وبيم كولاب زوم، تكون حوالي 3 أو 4 جلسات يعني حلقات، ونحاول نتكلم على ابلكيشن ثاني اللي هو شو اسمها بريكس كبروجكت مانجمنت، نتكلم على التطبيق كبروجكت مانجمنت تول اجايل تول يعني ما بين الاجايل والبيم. واكيد الناس اللي هي مور انفولفد في البيم عفوا في الاجايل بروجكت مانجمنت راح تستفيد من التطبيق هذا اكيد ان شاء الله. وهذه وش عندنا تطبيق ثاني راح نتكلم عليه، وراح نتكلم على شيء مهم ثاني باشمهندس
شاء الله حتكون حصتين ماكسيموم يعني. في عنا برنامج جميل جدا اسمه 3 دي فيستا، هذا لموضوع الفيرتوال والاوجمانتد رياليتي، تمام، وكيف يسهل علينا عملية عمل شيء عنده علاقة بالفي ار والاي ار. نحاول نتكلم ان شاء الله على الميكس رياليتي اذا لنا الفرصة ان شاء الله، وحنرتبها بيني وبينك برنامج ان شاء الله، رتبه بيني وبينك ان شاء الله. على كل حال يوم السبت احنا يعني على طول باشمهندس معك يعني حزينه، نعم نعم ان شاء الله بس ننتهي من الترمبل، ممكن باي سلسله ثانيه اخرى نبلش، ما في اي مشكله، نفس إن شاء الله المواد. إن شاء الله بإذن الله. تمام، جزاك الله خير باشمهندس، وجزاك، يعطيكم الصحة والعافية، ونلتقي إن شاء الله المرة الجاية. يعطيكم الصحة ان شاء الله. والعافية، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.